معطلين عن العمل. ليش؟ شو مسوي وياكم مقتدى الصدر؟ رجل يدعو للعراق والعراقيين، حاربتوه، حاربتوا ابوه، اليوم تحاربون ابنه، وهو يدعو للاصلاح ويدعو للوحده ويدعو للم الشمل. هؤلاء انصار الحق، هؤلاء المقاومين. نحن انظلمنا بزمان صدام الهدام، ونحن ضحينا بزمان صدام، ونحن اللي ضحينا بجامع المحسن، ونحن اللي ضحينا بجامع الشروفي، ونحن اعطينا الشهداء، وهؤلاء اولاد الشهداء، والله مظلومين. تسريبات المالك ما شفنا خير من القضاء، قضاء مسيس، قضاء قل لي يا الحاسبه طلع مشعان الجبوري وقال استلمت، قال استلمت مليونين دولار يا ظلمه، مليونين دولار سويتوا للقضاء، كلها تطلع بالتلفزيون والشهر بالفساد، صرنا مهزله، صرنا مضحكه، ليش جاي تفرقون؟ كل العراقيين كلمه واحده، يردون هم يدسون الفتنه، هذا التيار مو فتنه، هذا التيار مقاوم، قاوم الهدام ومقاوم امريكا، وقلتوا لنا خلي امريكا تبني، يقولون لنا خلي امريكا تعمر، ليش؟ شو مسوين؟ احنا ناس فقره، احنا نتبع رجل يريد وحده العراق، يريد العراق للعراقيين، ما تابع لاي دوله كانت، ليش تدخلون بقرارنا؟ نحن شعب يستهينون بنا، احنا عراقيين عصلاء، احنا اقحاح، احنا اولاد الشهيد الثاني، وقالها الشهيد الثاني ستنهشكم الكلاب السود من بعدي من داخل الحوزة وخارج الحوزة، وين تردون تودونا؟ من رخصتكم يا رياض. صلي على محمد. وين تروحون يا عمر؟ وين تروحون يا ابو عبد الله؟ براءة من والله. هاي بعد هاي اليوم وباكر احنا باقيين مستمرين، هذا اعتصام الان يامر السيد القائد زين مقتدى الصدر من سحابنا، احنا هنا جنود زين مستشهدين، من نروح الا ان نغير هاي القذاره كلها، صدقنا والله العلي العظيم ما نروح، ميتين احنا هنا سرايا مستشهدين زين، احزم عليهم كل هذا الشعب العراقي يطلع، ما نطلع والله العظيم الا نخلع هاي القذاره هاي الحراميه، واحنا تحت اشاره السيد القائد مقتدى الصدر زين، سكننا ما نريد لا تبعي ولا امريكي ولا ايراني ولا تركي زين، احنا الشعب يحكم نفسه، احنا جايين هنا الشعب ماكو غير هاي الشغله، ما نروح والله العلي العظيم باقين زين، هنا دروع بشريه استشهاديه ما نطلع منا، ثق بالحبيب محمد الله شاهد عليه، ومو بس انا كل اخوتي تيار الصدري كله، ومو بس تيار الصدري زين، الشعب كله ما يروح زين، هاي فرصتنا بعد، هاي فرصتنا ننتقم من ذوي القذاره، هلكونا عمي صار 17 سنه باقونا زين، نسوان تقدي من وراهم، عوائل تيتمت كلها حراميه، بشرفك ولده ولدهم كلهم خارج العراق، وشابنا ما بجيب 1000 دينار الله يرضى، حتى الله من فوق والله العظيم ما يرحمنا اذا نقيت، ما فيها مجال، راح نروح احنا هنا دروع بشريه، ما نطلع الا عن ذول القذاره، نخليهم بالحاويات وانتهت زين. كريم كاظم ماهور الرحيم، نشكر اذاعتكم المفضله، بالنسبه احنا طلعنا على الفاسدين، طلعنا على الناس صار لهم 20 سنه هم نهبوا العراق، فاحنا طلع هنا الجمهور بامر السيد القائد مقتدى الصدر الله يحفظه، طلعنا مظاهره لننهي الموقف بيننا وبين المترشح هسه الجديد محمد اشياع، احنا اجينا نتظاهر على مود الفساد، على مود الضيم اللي شفناه كله من اجل العراق، وهذا الشعب كله طلع يطالب بالاصلاح والحقوق، والسيد يريد حقوقه، فاحنا حقوق الشعب العراق، فاحنا طلعنا لاجل المطالب، مطالبنا المعروفه امام المظلومه. مرفوض 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 بامر الشعب، نعم 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 مجرب لا يجرب، مجرب لا يجرب كما قالها السيد القائد، مثل ما قالها السيد القائد. اسمع حضرتك خضير، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اليوم طلعنا تظاهرات سلمية، احنا نظاهر اليوم تظاهراتنا السلمية وحقوقنا المعروفة ومطالبنا. احنا اول شيء محمد الشياع السوداني مرفوض بامر الشعب، اي ما نقبل محمد الشياع السوداني رئيسا للوزراء، ما يصلح بامر السيد القائد مقتدى الصدر، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، صدق الله العلي العظيم. الموضوع مو موضوع قضية الشياع السوداني، محمد الشياع السوداني، القضية قضية ضد الإطار، شلع قلع على قولة السيد، شلع قلع. أي مرشح من عندهم ما نريد، زين عيني، احنا نريد حكومة أغلبية وطنية اللي دعاها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. أما موضوع محمد الشياع السوداني وغير السوداني فهي القضية منتهية عندنا عند التيار الصدري. الإطار مو إطار عراقي، إطار إيراني تبعي. إحنا نريد ناس تحكمنا عراقيين من داخل العراق، اللي من داخل العراق اللي يمثل الشعب العراقي، والعراق هو السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر. غير هذا الحكي ما يصرف إنه. مصطفى الحمية داوم من مدينة الصدر.